للطلقة الأولى، الطلقة الأولى الخاصة بفئة الكبار والمجموعة الأولى، والطلقة الأولى غتكون من عمالة ستات جهة الدار البيضاء ستات، وغتكون مع المقدم عاد محمد. يا بني حمد ربي سيري سيري والفهد خير جد جد والفهد يعني من الخنيفرة، وغتكون الطلقة الأولى المقدم بن خداع عبد الغني. يا ملك حبيبي جهة الدار البيضاء ستات مع الطلقة الأولى المقدم سيكاس رشيد. الأولى المقدم حديوي الطيبي. الصربة الخامسة والطلقة الأولى مع المقدم الغفداي ميلود. حفظ الله كوحل انزل خير كوحل حفظ الله ومع الطلقة الأولى المقدم الشراط عبد الفتاح. مع الطلقة الأولى المقدم ماهر البشير.
الصربة من عمالة قلميم جهة قلميم ودنون مع المقدم نصيح إبراهيم. بسم الله تسعة تسعة أخو شد الخيل السياد شد الخيل كاهل أنزال خير أكل الحفير ومع الطلقة الأولى عملت وجدان قاد الجهة الشرقية ومع الطلقة الأولى المقدم الحسنوي دحمان. الآن غتبدأ السلسلة الثانية بالبارود والآن دخول الصربة التي قدها المقدم عاد محمد. يا مليو حمد ربي تجر لي أودي سري سري والكهل خيب شد شد والكهل مع الصربال تيقود المقدم بن خدة عبد الغني عمالة بني ملال. أسرع يا مريم حقوا بي واتح هاي يقود المقدم سيكاس رشيد عمالة برشيد جاء الدار البيضاء السطات. عمل السكاب وخا وخا عبد الله هدا 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 هاي شد شد البحر الولادة ويجب أخوان المقدم حدي والطيبي. يا سلام عبد الله عبد الله سر النسك يا عبد الله يا حبيبي شوية وأكل كل شوية وأكل الصربال تقود المقدمة الغفداي ميلود عملت واد الذهب جهة الدخلة واد الذهب. حفظ الله كهل انزل خير كهل حفظ الله الآن مع الصربال ديال المقدم الشراط عبد الفتاح. يا ليلي سيري سيري يا ليلي هادي بي شي شوية اوه امكوك الصرباد المقدم الماهر البشير عمالة ستاد.
الصربه ديال المقدم الناصح ابراهيم. بسم الله شدوا الخيل. والآن دور ديال السرباد المقدم الحسناوي دحمان. يا بسم الله حفظ الله السلامات. يدخل أخو يدخل وانجل جهل شان شان يبا أخو يدخل يا سدو. والان غادي نبداو مع سلسله ديال الطريقات الثالثه مع المقدم عاد محمد. امرايه يا مريم عبد ربي سيريه هاي شد شد وقال الطلقة الثالثة المقدم من خداع عبد الغني. بسم الله يا مريم حمد ربي وانتحل قي وانتحل. الطلقة الثالثة المقدم سيكاس رشيد. هذه الطلقة الثالثة الخاصة بالمقدم سيكاس رشيد مع الطلقة الثالثة المقدم الديوي الطيبي. قدم الغفداي ميلود عملت وادي الذهب داخل وادي الذهب الجهه. حفظ الله كاهل انزل خير كاهل حفظ الله خد. كانت هذه الطلقه الثالثه الخاصه بقدم الغفداي ميلود. الآن غادي ننتقلوا للصربة السادسة عمل تسكير التمارة جهة طريقة سلام بن إدراك ومع الطلقة الثالثة تقدم الشباب عبد الفتاح. بسم الله الله سري سري أسلم يا مريم هذا بي والخا صربت عمل الستات جهة تنظيم الستات مع الحلقة الثالثة تقدم مهير الشيشير. مبروك يا مريم حاضر بي وابكر
الان مع الصربه ديال المقدم النصيح ابراهيم. زدنا بسم الله شدوا الخيل داخل انذار ارجع اخافي مع الطلقة الثالثة المقدم حسنوي دحمان. هذا النفاذ يدخل 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 ولمة الحباب البارود مزية ماشي عناد البارود حيلة وسباب البارود صنعة جعبة وزناد البارود أصالة تراث الجداد يحكي قصة شجعان بلادي مع الجهاد الخيل مصافة جدب هالبرقي هالقمري هالدهم هالسرتي ها الصنابي ها حجر الواد صغاريت فرحة ونزاها مع الجواد.